dugsiga sare ee ayatin oo dhawaan isagu la furay ahna dugsi sare oo cusub waxa uu yahay mid isagu ku yaala magaalada Borama isla markaasina waxyaabo fara badan kaga duwan iskuuladii dugsiyada sare ee aynu naqaanay waxa uu kaga duwan yahay qaabka waxbarashada tirada ardayda fasalada fadhida waqtiga ardaydu ay ku qaadanayaan waxa uu iskuulkaasi ka kooban yahay hadda 6 fasal oo 4 kamid ah ay yihiin fasalada koowaad ee dugsiga sare iyo 2 fasal oo ah fasalada labaad ee markaasi dugsiga sare maamulaha dugsigaasi Axmed Maxamed Caateeyo oo isagu markaasi waxyaabaha ay kaga duwan yihiin iskuulada kale iyo waxa cusub ee ay ku soo kordhiyeen waxbarashada ka hadlaya ayaa shabakada Salal News ay la yeelatay wareysigan kooban. كده دوين يهي عن سلاح هو تجد وين تروح وين نوتك أما عشرة عدد وقادر هنا فقول كي بس عشان إيه سلاح ولا كوفي معني وحارد قال الله صدق يعني يجلس كل كرب بيه السوق قرآن بعد اللي راكها فاسمع كم واحد نفسه نسأله إنه وقت كشف عن القرآن إن أنا معلمك سوقي أنت عدد القرآن هنا يعني ما كان بيسدوا بلا وقت ساعة دي قال عشرة سعون ومر كم عشرة يوم ديال سنة وسوري يصير أو ولادي يصير أو ويجي يصير ولا أرد يلو ديبو أي توس بيسدوا بلا وقت أنتي لسه بدوس بلاها كل بعض يقرأ لها إسكت سوت بقولها قالوا في كلام هاي سوونا فرقة قويين تكسي عيتين وترد ما عم بس يكدي جيل سمالك يدوي واحد بيجتا وعلى قول دكان أي تي بالله قول دكان أنا كبير كده على قول دكان وأنا مرة إن أنا بدي تكسي يدوه رجع حيسني ساي كم بتاعي كبير وإستغل الله قاتس حيس العادي وأنا هين جد برودة يصدق جد برودة سوق أنا هين أردو أفر السنة أو بعدين يصير لو بكتا أقولتي سكوبيتر يوم كي يروح بعدين يروح أي تي أوردر ما أقطعه إنه أجراء بي فورم ما أه أو أساينمنت أو دور إنترنت وصوت ديارية فاركوت سوتش موديا سكرة دارن صوت ديارية هل كان معنا كذا من جاب عادي كتير يعني هو أكيد نص أساين صوت ديارية أرد فورم أنا باري إنترنت كبيرة صوت باري كمبيوتر ما هو صوت فرنية باري جرافيكي سي سي في دي سكرة صوت شكلية ما كان كاسينا وحلو ينسونا وأقولهم دورها يعني أنستين هيكوا والله بلا عمرو قبلنا يعني هرمك حسن أنا عاد إنسان اللي شيء كده حبيا سكول في وقت جيسا أو نبي الجليل بنصنع هذا ندي الله صنع فني ما تبصوا قضية الله ضد رجوع لا روح أي لا يمتوها أثر تكلم دول يبقي مركا أرد يقول بهنا يا جانس بدن أوديل مهري يجيل نبا أو كم بس يستوي بعض كم بس يستوي بعض سيا وح ولا بقول بكتو بيجي قات كلام كان رسول الله يبين الجرم عليك من الفيديو أرد يجي نستوي ده يبغى هذا شقي فرضنا هاي السمية والله بلا سيء يوم فلا بدو كله وين عشان هاي فرم مر بعد كنت ما بسات أنا ما بروين وأنا سيء ولا كمان شاء الله والله ما يجي تجارب على سمية سين أو أنتي أحمد كل عصوب حب حب كوا برستا هذا وقت جدا الجونة ما ترى ده عدد ولا نماه نقطة أما منهج أو فرم مر لو سمية هم قصوا يا الله ودي بعدها وحنا لقديمه تجارب على سمية سين لا يحد لي تعبوتين حال كيف يديرو يدين كصوبه وحوي وحياة ضل ما خسر بحي وحوي عرضي القاضي يبقى وين صورة حين نقول عرضي واحد ضل نوي يسوي بحث من القرشة عرضي هو كل بس إذا الله تبغى بريج إذا الله صبر إذا الله تبغى كم أي تيجي إذا الله قرشة لما بكر نانس مرك يقول رئيس وكان قبل تويت لما جرى إسمه مصير عن بيت بعد جرى عرضي قسم بدريت يسكون له بعد جرى بدريت يسكون له بس هو سير حصل ما يسوي الله يكون الصبي قام أي بحث قالوا لكن إيه واحد مدين كل بعض اللي هرمر بلا صغير يا رو أي لا صوت أو سين أرض يقولوا وحنا الله أرض يقول وحنا أوكياري ويسير لفتي سو ديارنا يوم سلي يعني بعدنا بسوق كل ما تجاري سير ولا هو وقت كار ما أنت تقول واحد هم بريقة صدي أصلا ما كا عدد اللفت ودي واحد صغير نسائي يعني يجي لفت ودي قاب كم أخرو بيجي يو رود السار يا أرض يا أما الستودنت سنت فيه وفجاني سين أرض يقولوا يسوي في كذي سعبير كارو دول دي سير ديون كارو wixii aan fahmin oo raka waan fahmin wuxuu si kale u haystay inuu sharci kale qaab kale isugu fahansan yahay interaction kiis la kala kara degay macallin iyo mid kooxaad ka soo leeyahay ardayga oo dhisay samaha oo xusay dib u hormar badan iyo adeegyada oo in gaar ahaan waxa yaraa dib u hormar ka sameeyaa afaymana inta aanu tijaabooyin la yeelay marka dabar waxa dib loogu soo diyaariyaa sida maxaa la lahaa ay ardaydaas u soo diyaariyeen iyo qaabkeedii iyo loo soo sameeyay marka kuwaas oo kale أردو مرة يقول بهي هي هي تبقى تاني ما أقدر شيء وبقى تاني هي هي والله على رأيي بشي دوي وحقا بس هاي قصنا بشي ورسنا ناس من السنة كروك على السنة اللي هي روح صنع على السنة ما كان إنت عن تحان كيو يلا ولا قارين يا كيا رأي أردو هم روح روحين
حسن عيسى شبكة ورر كيسل نيوز بورما.